بظل تنامى الدعوات إلى الفيدرالية أو إقامة جمهورية لبنان الاتحادية، أطلقت طاولة حوار المجتمع المدني تجمع دولة لبنان الكبير اللي بيتمسك بحدود لبنان الجغرافية اللي أعلنت عام 1920 بهدف الالتفاف حول الدولة بدستورها وقوانينها ومؤسساتها الشرعية. هدف إطلاق المؤتمر هو لمواجهة كل الأصوات يلي عم تعلى ويلي عم بتطالب بالفيدرالية وبالتقسيم. لبنان لا يحيا إلا بحدوده الحالية المعترف بها دولياً، ولا يحيا إلا بالعيش الواحد بين كل أبنائه وبين كل مكوناته. اليوم نحن أمام وقفة وطنية سميناها وتحت عنوان وقفة وطنية، تنقول إنه نحن موجودين كافة اليوم من أقصى الشمال لأقصى الجنوب بس لنطالب بلبنان الواحد، لنطالب بال 10452، ولنقول لكل الأصوات يلي ممكن تكون عم تطلع بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل للتقسيم أو أي نوع من الفيدرالية، نحن موجودين لنطالب بلبنان الخريطة الوحدة. هناك من قال آنذاك بأن بقاء الجيش الفرنسي يضمن لبنان الكبير، نحن كنا ضد هذه المقولة. بعد الحرب هناك من قال بقاء الجيش السوري يضمن لبنان كبير، كنا ضد هذه المقولة. واليوم هناك من يقول بأن السلاح الغير شرعي يضمن لبنان الكبير، ونحن ضد هذه المقولة. لبنان الكبير هو بضمانة أبنائه وبضمانة الوحدة الداخلية. وجود دولة لبنان الكبير بهالشرق هي أساس الكل بيعترف فيه، والكل بالداخل وبالخارج بيقولك مستحيل لهذا الوطن ولهذا الشعب انه يكون لبنان اللي بنعرفه، لبنان الحلو، لبنان الستينات، لبنان الزمن الجميل، لبنان منارة الشرق، لبنان سويسرا الشرق، اذا فعلا ما كان لبنان واحد، دولة واحدة، دولة كبيرة. لبنان اصغر من انه يقسم بالحقيقة، واليوم الحدث اللي صار اذا بدك هو رد تقريبا سياسي ممثلين كل الطوائف وكل المناطق، هو رد سياسي على هالمنطقة هذا، حكما نحن السبب اللي دفع الناس اذا بدك للمطالبة بالتقسيم او بالفيدرالية لحنا ضده أكيد الحقيقة، ولحنا حاربه. برأيي إذا أسقطني تسقط الأصوات المطالبة بالفدرالية، لأنه بلبنان هذا التنوع أنا برأيه هو وطن رسالة.